أقدم لكم آخر المعطيات الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس السارس كوف 2 في بلادنا. فبين الساعة السادسة من مساء أمس سجلت على المستوى الوطني 1221 حالة جديدة مؤكدة، لنتخطى اليوم عتبة 57,000 حالة ب85 حالة، أي بمعدل إصابة تراكمي يساوي 157.2 لكل 100,000 نسمة، على أنه بلغ في 24 ساعة الأخيرة 3.4 لكل 100,000 نسمة. الحالات 1221 سجلت حسب جهات وأقاليم وعمالات المملكة كما يلي: جهة الدار البيضاء سطات 421 حالة، 306 ديال الحالات بالدار البيضاء، 39 بالجديدة، 28 بالمحمدية، 18 بسطات، 13 بالنواصر، 11 ببرشيد، 4 بمديونة، وحالتان ببن سليمان. جهة مراكش أسفي 194 حالة، 126 حالة بمراكش، 34 حالة بقلعة الصراغنة، 18 بشيشاوة، 11 بالرحامنة، وخمس حالات باليوسفية. جهة فاس مكناس 178 حالة، 77 حالة بفاس، 34 بمكناس، 25 بتازة، 13 بإفران، 8 الحالات بكل من تونات وبولمان، 5 الحالات بالحاجب، 4 حالات بكل من مولى يعقوب وصفرو. جهة الرباط سلا القنيطرة 100 حالة، من بينها 28 حالة بالصخيرة التمارة، 21 حالة بالرباط، 14 حالة بكل من سالة وسيدي قاسم، 11 حالة بسيدي سليمان، 9 حالات بالقنيطرة، و3 حالات بالخميسات. جهة طنجة تطوان الحسيمة 83 حالة، 41 حالة بطنجة أصيلة، 28 بتطوان، 7 بالمضيق الفنيدق، 5 بالعرائش، وحالتان بالحسيمة. جهة سوس مسة 71 حالة، من بينها 52 حالة بأكادير الدوتانان، 16 بإنزكان أيت مليول، حالة واحدة بكل من طاطا تزنيت وشتوكا أيت بها. جهة درعا تافيلال 66 حالة، 30 حالة بورزازات، 27 بالرشيدية، 6 حالات بتنغير، و3 حالات بزاكورة. جهة الشرق 49 حالة، 22 حالة بقرسيف، 19 بوجدة، 3 الحالات بالناظور، حالتان ببركان وتوريرت، وحالة بجرادة. جهة بني ملال خنيفرة 27 حالة، 13 حالة ببني ملال، 11 بأزيلال، 2 بخريبقة، وحالة واحدة بخنيفرة. جهة قلميم واد النون 13 حالة، 8 الحالات بطنطان، 4 الحالات بسيدي إفني، وحالة واحدة بأسزاق. جهة الداخلة واد الذهب 13 حالة كلها بإقليم وادي الذهب. ثم أخيرا جهة العيون الساقية الحمراء 6 حالات، 3 حالات بالعيون، حالتان بالسمارة، وحالة بطرفاية. إذن هذا هو التوزيع الجغرافي ديال 1221 حالة اللي تسجلوا في هاد 24 ساعة الأخيرة. في مقابل ذلك تم استثناء 20,788 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت
إلى 1,789,175 حالة مستبعدة. عفوا. للأسف الشديد سجلت في 24 ساعة الأخيرة 27 حالة وفاة رحمهم الله جميعا، ليرتفع إجمالي حالة الوفيات إلى 1011 حالة وفاة. يعني اليوم 27 غشت تجاوزنا في المغرب العتبة ديال 1000 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد 19، ومعدل الفات كيبقى دائما مستقرا في هاد 3 أيام في 1.8%. حالات الوفيات 27 سجلت بكل من الدار البيضاء 8 حالات وفاة، 3 حالات وفيات بمراكش وفاس، حالتي وفاة بصفرو وطنجة، وحالة وفاة بكل من مكناس، شفشاون، تطوان، شيشاوة، أكادير، إنزكان، أيت ملول، وجدة، أنقاد، بني ملال وتنخير. هذا هو التوزيع الجغرافي للحالات 27 اللي توفوا في هذه 24 ساعة الأخيرة، الله يرحمهم جميعا. ولله الحمد والشكر على اليوم الثاني على التوالي نسجل عدد حالات تعافي أكبر من الحالات الجديدة، حيث سجلت في 24 ساعة الأخيرة 1,315 حالة تعافي جديدة ولله الحمد والشكر، ليرتفع إجمالي المتعافين في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 41,901 من المرضى الذين تعافوا من المرض، ويرتفع قليلا كذلك معدل التعافي ليصل إلى 73.4%. ومنه فإن الحالات النشطة الموجودة بمختلف مستشفيات المملكة أو في المنازل بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط معينة، الحالات النشطة عددها قبيل قليل 14,173، أي ينخفض المعدل بشكل طفيف إلى 39 لكل 100,000 نسمة. نفس الجهات دائما الدار البيضاء، سطات، مراكش، أسافي، فاس، مكناس والرباط، سلا، القنيطرة، هما اللي فيهم أكثر من 1000 حالة نشطة. على كل حال الدار البيضاء سطات هي اللي فيها أكبر عدد 5,891، مع العلم أنه اليوم جهة بني ملال الخنيفرة التحقت بركب الجهات اللي عندها أقل من 1000 حالة نشطة، وتبقى دائما جهتان بأقل عدد من الحالات النشطة هي العيون الساقية الحمراء 53 حالة نشطة، وقلميم ودنون 51 حالة نشطة. من بين هذه الحالات النشطة توجد 183 حالة خطيرة أو حرجة بمختلف أقسام العناية المركزة والإنعاش، ومن بين 183 حالة خطيرة أو حرجة كاينين 44 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. هذا بالنسبة للحالات الخطيرة والحرجة. كاين واحد المعطل اللي هو أساسي واللي لاحظناه في هذه الأيام الأربعة الأخيرة من هذا الأسبوع، هذه الأيام الأربعة ديال هذا الأسبوع، بأن معدل توالد الحالات كان يساوي في بداية الأسبوع 1، ومن بعد بدأ ينخفض بشكل طفيف، أصبح الآن في اليومين الأخيرين يساوي 0.98. ما غاديش نصدروا الحكم دابا، غادي نتسناو مدة معينة، لأنه في حالة ما إذا تأكد هذا الأمر في الأيام القادمة معناه أنه المنحنى الوبائي بدأ يأخذ في تغيير منحه، أي أنه دوزنا ماشي البؤرة وإنما كنسميوها العدد الأكبر ديال الحالات، وأننا نسير في منحنى تنازلي. ولكن هذا معطى مهم وجيد، لكن غادي ننتظروا أيام قليلة لنحكم على هذا المعدل. لكن خصنا نعرفوا بأنه في بداية شهر غشت هذا المعدل كان يساوي 1.38، وحينما رفع الحجر الصحي بلغ هذا المعدل تجاوز 2. غير معدل توالد الحالات هو تعطي فكرة على المنحنى الوبائي وعلى الموجة كي دايرة، ما كيعطيش
يعني حجم المرض، حجم عدد الحالات. فإذا كانوا 4 الحالات نتجو عليهم 8 الحالات، راه معدل غادي يكون هو 2، ماشي معناه أنه المعدل كبير، يعني راه عندنا حالات كثيرة. اللي كيعطي الحجم ديال الحالات هو معدل الإصابة، هو اللي تيعبر على الحجم، على العدد ديال الحالات. إذا تأكد الأمر، هذا هو المعطى اللي بغينا نتبادلوه مع الإخوان والأخوات المواطنين في هذه الندوة، أنه إذا تأكد الأمر معناه أنه تجاوزنا أو نحن في ذروة الوباء. هذا هو المصطلح الذروة، وسنتجاوزها رويدا رويدا. هذا يدعونا إلى ماذا؟ ماذا نقول هذا الكلام؟ يدعونا إلى مزيد من الالتزام بتدابير الوقاية والسلامة الصحية باش نفوتوا هذه الموجة اللي هي كانت أصعب موجة دوزناها منذ 2 مارس 2020. فمزيدا من الالتزام، مزيدا من الالتزام، مزيدا من الالتزام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا، كان هذا التصريح اليومي لوزارة الصحة من العاصمة الرباط حول الحالة الوبائية في المغرب. الحصيلة المتعلقة بال24 ساعة الماضية تتحدث عن تسجيل 1221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى التراب الوطني. فيما يتعلق بالوفيات، فتم تسجيل 27 حالة وفاة لتتجاوز الوفيات عتبة الألف، تحديدا 1011 حالة وفاة. أما حالة الشفاء فتقدر ب 1315 حالة. بالنسبة للحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، فوصلت إلى 183 حالة، 44 منها توجد تحت التنفس الاصطناعي.